في إطار استراتيجيته الاستباقية للتحسين والرفع من السلامة عند عبور السكك الحديدية من طرف مستعملي الطريق والراجلين، اعتمد المكتب الوطني للسكك الحديدية خطة عمل للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، إذ يتعلق الأمر بورش كبير، خاصة عندما نعلم أن شبكة السكك الحديدية المغربية التي تمتد على طول حوالي 2100 كيلومتر تجوبها يوميا أزيد من 300 قطار. قد تم تقديم برنامج تأمين عبور السكك الحديدية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بابن جرير يوم 14 نوفمبر 2012، والذي تصل تكلفته إلى 1.5 مليار درهم بتمويل مشترك من طرف المكتب ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والإدارة العامة للجماعات المحلية والجهات والجماعات المعنية. ويتكون هذا البرنامج الهام من 5 محاور. المحور الأول يهدف إلى عزل النقل الطرقي عن السكك الحديدية في المناطق ذات أولوية، وذلك بتعويض الممرات المستوية نقط التقاء الطريق بالسكة الحديدية بمنشآت فنية. فالبرنامج يتضمن عمليات تعويض 180 ممر مستوي من أصل 440، سواء بقناطر طرقية أو سككية أو بتهيئة أو توجيه الحركية نحو المعابر الموجودة. وقد ارتفعت وثيرة هذا الاستبدال من 15 منشأة فنية في السنة قبل بداية البرنامج إلى 20 في 2012، ثم إلى 40 منشأة في 2015. يسجل هذا البرنامج 92% كنسبة إنجاز. المحور الثاني يهم تأمين عبور السكة الحديدية في المناطق ذات الأولوية الثانية، وذلك عبر تجهيز الممرات المستوية بأجهزة أوتوماتيكية للإعلان والإغلاق، والتي تمنع العبور عند اقتراب القطار. وقد اعتمد هذا النظام الحديث في المغرب سنة 2013، والذي يشتغل وفق المفهوم المتمثل في كون عند اقتراب القطار من نقطة الالتقاء بين السكة والطريق وعلى مسافة محددة بدقة، تشتعل أضواء طرقية حمراء ويدق جرس، ثم تنزل الحواجز أوتوماتيكيا لتمنع بذلك العبور حتى يمر القطار بكامله. ويضم البرنامج تجهيز 260 نقطة تلاق تحققت منها 80%. المحور الثالث يهم تأمين عبور السكة الحديدية من طرف الراجلين من خلال إنشاء منشآت للمرور كالجسور والممرات الأرضية التي تمكن الراجلين والحيوانات من العبور بكل أمان وسلامة. فالبرنامج يشمل بناء 50 جسر وتهيئة ممرات أرضية في المحطات والرفع من مستوى الأرصفة لتأمين العبور. المحور الرابع الذي يتمثل في محاربة التسلل إلى المدار السككي ببناء أسوار لحماية المناطق الحساسة ولتوجيه المستعملين نحو نقط العبور المؤمن. وقد بني ما يقارب 200 كيلومتر من الأسوار بالإسمنت المسلح في إطار برنامج يهم 300 كيلومتر، وكذلك 710 كيلومترات من الأسوار السلكية في إطار برنامج يهم 900 كيلومتر. وبالموازاة مع هذه الإنجازات الاستثمارية لتعزيز مستوى أمن عبور المدار السككي، اعتمد المكتب محوراً لا يقل أهمية يتمثل في القيام بعمليات تحسيسية كبرى تطال كل الفئات المعنية، وذلك في إطار السياسة الجديدة للأمن والسلامة السككية. كما يقوم المكتب بحملات تحسيسية دائمة حول خطورة عبور الممرات المستوية والتي تعرف مشاركة الهلال الأحمر المغربي على مستوى نقط مختلفة، المحطات، الممرات المستوية والمعابر العشوائية. هذا ولمواكبة البرنامج المسطر وتطور الشبكة مع ولوج عصر السرعة الفائقة، تم بناء مركز جديد للمراقبة والقيادة بالرباط أجدال بمواصفات حديثة ومعايير عالمية، والذي سيسهر على الإشراف والقيادة المركزية للتشوير وتجهيزات المراقبة بالفيديو والصيانة البعدية للشبكة. والجدير بالذكر أن هذا البرنامج الطموح أعطى النتائج المتوخاة من حيث تعزيز السلامة بمعابر السكة، بحيث تم تسجيل انخفاض جد ملحوظ في عدد الحوادث بالممرات المستوية من 17 في سنة 2010 إلى فقط 5 سنة 2016.